النهاردة معانا قدس أبونا موسى، هيكلمنا ربنا النهاردة على لسانه كلمات الروح والقوة. تفضل قدس أبونا. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. ممكن نقفل الباب دوت. هبتدي معاكم بحكايه، حكايه بسيطه خالص. مدرسه كده في فصل اعدادي جت في يوم من الايام وجابت معاها شوال بطاطا، بس بطاطا مسلوقه. تعرفين البطاطا المسلوقة إيه؟ حلوة وبتبقى تقيلة. وراحت فضت الشوال قصاد العيال وقالت لهم، بقول لكم إيه؟ تعالوا نلعب لعبة، بس اللعبة دي لمدة أسبوع، هتخلص بعد إيه؟ أسبوع. الأولاد طبعاً إيه؟ فرحوا. جابت شوال البطاطا وجابت معاها شنط كده صغيرة بتتحط على الإيه؟ على الظهر. قالت لهم كل واحد ياخد بطاطا زي ما هو عايز، بس بشرط هيكتب على كل واحدة ورقة واسم واحد هو متضايق منه أو بيحقد عليه أو نفسه يعني أو يعمل فيه أي حاجة. فواحد قال إيه؟ أيوه، الواد فلان وفلان وفلان وفلان، يبقى هياخد قد إيه؟ أربعة. واحد تاني قال ده انا نفسي في فلان وفلان، فهياخد قد ايه؟ اتنين. واحد تاني تلاتة، واحد اربعة، واحد خمسة، واحد ستة، وكل واحد على قد ما هو ايه؟ على قد ما بيكره. قالت لهم هتحطوا البطاطا جوه الشنطة وتشلوها ورا ظهركم لمدة اسبوع، تروح في اي حتة شايل البطاطا ايه؟ ورا ظهرك، تروح تاكل، تروح تشرب، تروح المدرسة، تروح دارسة، تروح الكنيسة، تروح براحتك. يوم اتنين تلاتة اللي حصل، البطاطا عفنت، بس عشان اللعبة الأولاد فضلوا ايه؟ مستمرين في اللعبة، بقوا مشايلين البطاطا ريحتها عفنت وهي تقيلة فوق ظهرهم، واخدين بالكم؟ وكل ما يروحوا في مكان الناس مش طايقينه لأنه هو مصدر ريحة مش كويسة. خلص الأسبوع، رجعوا ما صدقوا اللعبة ايه؟ خلصت. قال لك الحمد لله، نشكر الله لأن الريحة كانت صعبة قوي. بعد فترة قالت لهم المس إيه؟ أهو البطاطا دي تشبه قلبك، تشبه القلب بتاعك، القلب، وكل ما هتحط جواه كره أو حقد أو غل ريحته تبقى إيه؟ وحشة، وتشع ريحة مش حلوة للي إيه؟ للي حواليك. وده ينطبق على الآية اللي أنا جاي أتكلم عليها النهاردة، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. بس أنا هتكلم على الآية دي النهاردة، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. الحقيقة الواحد يستغرب ليه يا رب ربطت نقاوة القلب بمعينتك؟ ليه ما قلتش طوبى للناس اللي تدي عشور كتير لأنهم يعينون الله؟ وليه ما قلتش طوبى للناس اللي تخدم أكتر لأنهم يعينون الله؟ وليه ما قلتش للناس أي حاجة؟ اشمعنى يا رب قلت نقي القلب فقط هو اللي إيه؟ اللي يشوفني. يقول لك ما هو الإجابة بمنتهى البساطة، لأن الله قدوس وطاهر ونقي، ازاي يتحط في قلب كله حقد وغل؟ ازاي الظلمه والنور يجتمعوا مع بعض؟ ما يجتمعوش مع بعض. عشان كده هو تبص تلاقي ان القلب اللي فيه حقد او غل او كره ربنا ما يستقرش فيه، ما يستريحش فيه، واخدين بالكم؟ وهذا الانسان يخرج من دايره ايه؟ من دايره حب الله. والحقيقة أن أيضا الإنسان اللي قلبه فيه حقد وغل وكره وقلبه مش نقي
بيحط حاجز بينه وبين ربنا، وهو شخصيا اللي بيتأذي مش حد تاني، هو شخصيا اللي بيتأذي مش حد تاني. واحنا عندنا أمثلة كتيرة جدا من الكتاب المقدس ومن تاريخ الكنيسة لناس قلبهم ما كانش نقي، ونشوف ايه اللي حصل لهم. اول واحد، اول انسان يعمل جريمة على وجه الارض، قايين عمل ايه؟ قتل اخوه. ليه قتل اخوه؟ لان ربنا قبل ذبيحة هابيل اخوه وما قبلش ايه؟ ذبيحته. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان قايين اغتاظ، يقول لك اتغاظ من ايه؟ من اخوه. هو ما كانش باصص لمين؟ هو باصص لاخوه. ليه تقبل ذبيحة اخويا وما تقبلش ذبيحتي؟ طب ما انت بص لربنا وشوف ربنا كان طالب ايه وقدم، بدليل ان ربنا قال له ايه؟ ان احسنت افل رفع. يعني ايه ان احسنت؟ يعني لو جبت لي ذبيحه حلوه مش هاخدها؟ هاخدها. انت ليه بتبص لاخوك ما تبص ليا؟ طب انا ما قبلتش ليه الذبيحه بتاعتك؟ خلي اهتمامك ليا، ما تكونش اهتمامك لايه؟ لاخوك. الحقيقه ان احنا احيانا بنقع في نفس المشكله. نلاقي ناس ناجحين وممكن يبقوا في الاسره، يعني عندي اختي ولا اخويا ولادهم كويسين، اقول اشمعنى ولادهم راحوا مش عارف ايه وانا ولادي ما راحوش، اشمعنى عندها كذا وانا ما عنديش، اشمعنى مش عارف شغال ايه وربنا فتح ليه وانا ما عنديش، وابتدي ايه؟ خد بالك، اول ما هتعمل كده انت بتفقد مين كده؟ ربنا. انت بتفقد ربنا. مين الاهم؟ الاهم ان انا امسك في ايد ربنا واتحد بيه، ولا الاهم ان انا احقد فخويا وغل فيه وضايقه؟ اذن قايين ربنا طرده عن وجهه وقال له روح ابعد بعيد عنه، بعيد عني، وروح في ارض التيهان وخلاه في شرق نود، حته بعيده كده، ولم يتقابل معه الله فيما بعد. صحيح ربنا موجود في كل مكان، لكن ما عملش معاه فيما بعد ايه؟ حوار. ما عملش معاه حوار وسابه. واخدين بالكم ليه؟ قلبه ما كانش ايه؟ ما كانش نقي. قلبه ما كانش نقي. احيانا احنا كمان يبقى في عندنا مشاعر تذمر تجاه ربنا، او تذمر تجاه الاخرين. كل دي مشاعر بتتحط جوه القلب تفقدنا حلاوة العشرة مع ايه؟ مع ربنا. مثل تاني سيء لبرضو انسان كان عنده نوع من انواع الغيرة والحقد. شعب بني اسرائيل متجمع، والشعب واقف واحد كبير ضخم بيعيرهم وعمال بيشتم في الاله بتاع بني اسرائيل، وبيقول لهم كلام بقى مش كويس. يطلع صبي صغير اسمه ايه؟ داود، ويقتل جولياط ويحقق انتصار بقوة ربنا. لغاية كده المفروض الموضوع ايه؟ كويس، مفيش مشكلة خالص. ايه المشكلة؟ حلو. المفروض شاول بقى الملك اللي انا هتكلم عنه يقول الحمد لله يا رب، اشكرك انك انت ارسلت ايه؟ داود، وخلصنا من ايد جولياط دوت والهزيمة. يبص يلاقي البنات بيهتفوا ويقول لك ايه؟ داود قتل ايه؟ ربوات يعني عشرات الالوف، وشاول قتل ايه؟ الوفه. ابتدت الغيره تخش ايه؟ جوه قلبه. في ايه؟ يقول لك هم ادوا لداود عشرات الالوف وادوني انا الالوف. ابتدى بص لايه؟ لنفسه. ولما بص لنفسه الغيره دخلت جوه ايه؟ جوه قلبه، والحقد دخل جوه قلبه. ايه اللي حصل لشاول؟ اترفض. يجي ربنا يقول لصامويل، يقول له ايه؟ وانتوا بتدرسوا السفر صامويل، رفضت شاول عن ان ايه؟ عن ان يكون ملك، انا مش عايزه تاني. ليه؟ لانه قلبه ايه؟ مش نقي. قلبه مش نقي. شوفوا قلب داود وشوفوا قلب شاول، شوفوا الفرق بينهم. يعني شاول يطارد داود وعايز يقتله اكتر من مره، وتقع قصاد داود فرص كتيره جدا انه ينتقم، لكن هو يقول ايه؟ ازاي امد ايدي
لمسيح الرب. يعني انت يا داود ما بتكرهش شاول؟ قول لك ما بكرهوش. ما بتحقدش عليه؟ ما بحقدش عليه. ما بتضايقش منه؟ يقول لك بتضايق، بس في نفس الوقت ما اقدرش امد ايدي عليه ومش بكرهه، لانه مسيح الرب، مسيح الرب. عشان كده داود يبقى قلبه زي قلب مين؟ ربنا. ومهما المملكة تنقسم ولا مش عارف يحصل لها ايه، لكن ربنا يقول لك عشان خاطر عبدي داود، عشان خاطر عبدي داود. يجي ولاده منهم اشرار ومنهم طيبين، لكن ربنا يقول لك ايه؟ عشان خاطر عبدي ايه؟ داود. ليه؟ ربنا مازال محتفظ ان داود ده كان قلبه قلب ايه؟ نقي. وشاول راح في حتة تانية. في شخص تاني في الكتاب المقدس في اعمال الرسل برضو انسان كان عايز مركز وعايز سلطان، سيمون الساحر. سيمون الساحر، سيمون الساحر بص لقى بطرس والتلاميذ يحط ايديهم على الناس يحل عليهم ايه؟ الروح القدس. قال الله حلو قوي القصه دي، طب ما اشتري السلطان دوت. وراح جمع فضه حطاها في كيس وراح ادها ايه؟ لبطرس. انت عايز ايه يا سيمون؟ يقول لك عايز السلطان. هو انت عايز السلطان ولا عايز ربنا؟ لا، هو مش عايز ربنا، هو عايز الايه؟ هو عايز الشغله دي، عجبته الموضوع ده، قلبه مش ايه؟ مش نقي. يرد عليه بطرس ويقول له ايه؟ لتكن فضتك معك للهلاك. لتكن فضتك معك للايه؟ ليه؟ لان قلبك لم يكن مستقيما امام الرب. يعني قلبك مش نقي، قلبك فيه مشكله، عشان كده هو روح للهلاك. ايه ده يا رب؟ يقول لك اه، ما هو الانسان اللي قلبه مش نقي يخرج بره دايره ايه؟ بره دايره الحب بتاعت ربنا. هو بيطرد نفسه على انه يعمل علاقه وشركه مع الله. ربنا يريد ان الجميع يخلصون، هو عايز الكل. هو نزل واتصلب عشان كل الناس، لكن الناس ساعات تبص لنفسها ما تبصش لايه؟ لله. انا بحقد، بغل، بتضايق، وهكذا. كل الكلام ده يسبب ستارة سودة بيني وبين ايه؟ وبين ربنا. عشان كده خد بالك، احذر لألا القلب يكون ايه؟ مش نقي. وحنقول في الاخر ازاي القلب ممكن يبقى نقي. ناخد بقى امثلة اخرى لناس كان ليهم نقاوة القلب، ناس تانية ليهم نقاوة القلب في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة. موسى النبي، موسى النبي يقول عنه الوحي الإلهي: وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. يعني كان حليم جدا، يعني طويل البال. الناس يتكلموا عليه يقول لك إيه؟ مش مهم، ما تفرقش. ليه يا موسى؟ يقول لك أصل أنا ليه علاقة بإيه؟ بربنا، ومش عايز أكسرها. لدرجة ما في يوم من الأيام موسى النبي اتجوز امرأة كوشية، ست سودة كده. مين اتريق عليه؟ أخته، أخته هارون. جم اتكلموا، عارفين انت شغل الستات بقى. قالوا ايه ده، هو مش لاقي غير الست السودة دي؟ خلاص يعني خلصت كل الستات لما واتكلموا ايه عليه. ايه اللي حصل؟ سمح الله ان مريم تصاب بالبرص وتعطل الرحلة لمدة أسبوع وتنطرد بره المحله. موسى النبي رد فعله ايه؟ المفروض بيني وبينكم لو انا مكانه ممكن اروح اقول لها ايه؟ تستاهلي، ما هو يعني عشان تبطلي كلام، ما هو لسانك ده اللي جابك ورا. مش احنا ساعات نعمل كده، نتشفى حتى في الايه، في اللي بيضايقونا. لكن الحقيقه موسى النبي ما عملش كده. امال عمل ايه؟ راح صلى وقال له: اللهم فاشفها يا رب، اشفيها يا رب. فربنا يقول له ايه؟ لا لا لا، ما تتشفعش، سيبها، هتقعد اسبوع ايه وتخف بعد كده. يا موسى ايه الحكايه؟ قلبه ايه؟ قلبه نقي. الناس تتكلم عليه ويقولوا له: اشمعنى يعني هارون هو اخوك اللي يكهن وهو اللي يقدم ذبائح وهو اللي يقدم البخور، احنا كمان نقدم البخور، وتيجي الارض وايه؟ وتنشق وتبلعهم. وربنا يسمح ان يحصل وباء، يقف موسى ويقف قدام ربنا يقول له: بقول لك يا رب سامحهم
يا إما تمحوني من كتابك. أديني بقول لك أهو، يا دول اتكلموا عليك، دول قال عليك كلام كتير. يقول لك لا، يقول والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحوني من كتابك الذي إيه كتبت. هو ده مثال للقلب الإيه النقي، مثال للقلب النقي. عشان كده استحق موسى إن يشوف مين، شوف ربنا. وبعدين ربنا يجي يكلمهم كده يقول لهم تعالوا أقول لكم على حاجة، يجي لهم صوت كده، إن كنت أنا بأتراءى إليكم برؤية ولا بحلم ولا بأي حاجة، لكن عبدي موسى لا، ده أنا بشوفه إيه وجها لوجه، وجها لوجه. ليه؟ أصله قلبه إيه نقي، قلبه نقي. والقلب النقي يعاين مين؟ يعاين الله ويشوف ربنا. عشان كده هو أحيانا الواحد إيه يتحط في نفس الموقف بتاع موسى النبي ده، اتكلموا عليا يا ابونا، قالوا عليا في الشغل، قالوا عليا في الحتة، قالوا عليا في الـ الأهل والأصدقاء. أقول لهم ما تهتمش قوي بالناس إيه قالت إيه عليك، ما هم قالوا على المسيح كده برضو، دول قرايب المسيح قالوا عليه إنه هو إيه مختل. في مرقس 3 قالوا عنه إنه إيه مختل، قالوا عنه إنه هو مجنون. قرايب المسيح قالوا عنه كده. طب يعني هو احنا افضل من المسيح ايه يعني لما يقولوا علينا؟ بس بشرط ما يكونش احنا فعلا الايه السبب، يعني ما يكونش غلطان والناس اتكلمت عليا فاقول بص بيتكلموا عليا. قصدي في الانسان اللي سلوكه سليم، تصرفاته كويسه، واخدين بالكم، وبعدين الناس برضو ايه تتكلم عليه، يقولك اجي اعمل خير الاقي ايه، الا مش مشكله، ارمي خبزك على وجه الايه المياه ما يهمكش، ما فيش مشكلة. يعني اتكلموا عليك قالوا عليك كلام مش ويعني هو انت بتعمل الحاجة عشان خاطر تاخد مجد؟ بيني وبينكم بصراحة الواحد برضو نفسه يسمع كلمة حلوة ما تحكش عليكم، بس افرض ما سمعهاش، خلاص عند ربنا نقول مش مشكلة، نعمل زي موسى النبي. لان خد بالك نهار ما هتقعد تفكر في الموضوع هيبتدي عدو الخير يخش جواك، يكبر الموضوع شوية، تتولد مشاعر كره، حقد، ها؟ هتبتدي تفقد مين؟ ربنا، هتفقد ربنا. لا 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 لا، مين الأسمن؟ مين الأهم؟ الله. يبقى ما حدش يبعدني عن إنه إيه؟ أرتبط بربنا واتحد بربنا. مثال آخر موجود في تاريخ الكنيسة، ويمكن إحنا عصرنا ست الغلبانة اللي كانت بتيجي تقعد هنا هو، أم الغلاب، أم عبد السيد. مثال آخر، يعني الست دي مثال في نقاوة القلب، مثال في نقاوة القلب. جوزها يعني راجل مش كويس ومغلبها وبيضربها وبيشتمها يهزقها بيعمل كل حاجة. طب هي بتعمل ايه؟ تصلي له؟ يعني ما جريتش على الكنيسة وقالت عايز اسيبه؟ لا، ما راحتش لابونا وقالت له صلي له يا ابونا عشان ربنا ما قالتش، ما قالتش. امال فضلت تصلي وتقول ايه؟ يا رب اهديه، رجعه لحضنك يا رب، عشان هي مهتمه بربنا وحاسه ان عليها مسؤوليه. كم واحده مننا بتعمل الكلام ده؟ ده لو واحده جوزها بس زعق فيها الدنيا اتقلبت، الدنيا اتقلبت، او العكس يعني، واخدين بالكم؟ فين نقاوة القلب؟ احسبها قبل ما اتصرف. لو انا اتصرفت تصرف مش كويس دخلني في مشكلة وفي عدم سلام، ما انا هفقد الله، ما انا هفقد ربنا. وفضلت الست تصلي لزوجها لغاية لما رجع وتاب على ايد ابونا خنوخ، ربنا يجيبه بالسلامة ابونا خنوخ، وبقى زي الفل. وشوفوا دلوقتي ولادهم، ولادها كلها بركة، ناس بركة كلهم. ليه؟ بسبب الست دي، لأن قلبها كان إيه؟ نقي، قلبها كان نقي. آخر مثال، آخر مثال هنتكلم عنه أمنا كلنا العذراء مريم، كلية الطهر. دي بقى مثال للنقاوة، يعني يمكن تكون دي مصدر النقاوة نفسها. لدرجة ما الملاك لما ظهر لها قال لها السلام لك أيتها إيه؟ ممتلئة نعمة، مش منعم، ترجمة دقيقة، ممتلئة نعمة، يعني جواكي نعمة وطلع من براكي كده تشع. ليه؟
نقية. ويمكن يكون يقولوا الآباء إن ربنا استنى كل آلاف السنين دي عشان يشوف واحدة زي العذراء مريم، يستناها، مستنيها من آلاف السنين. يا رب أنت عايز تاخد الجسم بتاعك منين؟ يقولك أنا عايز أخد الجسم بتاعي من بنت، من فتاة تكون نقية، قلبها ما فيهوش شر أو شبه شر. طب ما هتستنى مين؟ يقولك أديني مستني. ويفضل ربنا يعد التاريخ ويجهز 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 لغاية ما يلاقي مين؟ العذراء مريم. وتستحق العذراء مريم إنها بقى مش تعاين الله، إنها تكون والدة الإله، والدة الإله. ليه؟ نقية. طب إيه رأيك يا أمنا؟ استحملتي كتير؟ تقول لك استحملت كتير قوي. إيه رأيكم لما بطنها ابتدت تكبر 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 ويوسف بصلها إيه؟ نظرات مش كويسة. ويقول الكتاب المقدس أراد تخليتها سرا، يعني حبي ايه؟ مشيها، يلا اتفضلي امشي، انت طلعت انسانه مش كويسه. ياه، ايه كميه الاحتمال اللي هي احتملته؟ ومين اللي يدافع عنها؟ ربنا. يبعت له ملاك يقول له لا، امراتك حبلى من الروح القدس. اوعى تفتكر حاجه غلط، شوفوا كميه الاحتمال اللي احتملته امنا العذراء، واحتمال في كل حياتها، اول حياتها لغايه ما ابنها مات على الايه، على الصليب. كل حياتها ومراحلها كلها الم في الم، ولكن كل ده ما دخلش جوه الايه، جوه القلب، ما دخلش جوه القلب. عشان كده امنا العذراء استحقت انها تكون والده الاله، مش اي حد يستحق اللقب ده. طيب اخيرا، انت يا ابونا كلمتنا على الامثله لناس قلبها ما كانش نقي، وقد ايه خرجوا بره دايره حب الله، وكلمتنا عن امثله قلبها نقي، وانتوا تقدروا تجيبوا امثله كتير جدا في الكتاب المقدس. السؤال المهم، اوصل ازاي لنقاوه القلب؟ ده السؤال المهم، ازاي اقدر اوصل لنقاوه القلب؟ لو احنا نسينا كل اللي فات نركز في اللي جاي، ده مهم جدا. بيني وبينكم إن الإنسان يوصل ويبقى نقي القلب 100% دي حاجة مش سهلة، دي حاجة عايزة جهاد، عايزة شغل، عايزة تعب، وعايزة إن الإنسان يبقى مركز باستمرار عشان يبقى نقي القلب. هقولها في خطوات سريعة عشان نلحق اجتماع الصلاة. أول حاجة إن الإنسان يكون الله بالنسبة له رقم واحد. يبقى أول حاجة إن ربنا يكون بالنسبة له إيه؟ رقم واحد. ربنا رقم واحد في حياتي. ممكن واحد في الشغل بيشتغل بيعمل مش عارف إيه إيه، ماشي في حياته عادي، لكن ربنا بالنسبة له أحد الاهتمامات. يعني يروح يوم الحد يحضر قداس وخلاص على كده. إذا كان يصلي بالليل مرة ويقرأ كتاب مقدس وخلاص وانتهت القصة على كده وخلاص. هقول لك لا، الموضوع مش كده. أنا عايزك ترتب ربنا بالنسبة لك رقم إيه؟ واحد. يعني وانت بتشتغل خد بالك بتشتغل لمين؟ لربنا. وانت بتطبخي الاكل بتعمليه لمين؟ لربنا واولاد ربنا، اعتبري كده. وانت واقفه على المواعين بتغسليها اعتبري ان مين اللي واقف جنبك؟ ربنا. ويبقى في علاقه بينك وبين ربنا. وانا بعلم اولادي وانا بعمل اي حاجه انا بعملها لمين؟ يعني يبقى حضور ربنا في ذهني ايه؟ بشكل ايه؟ مستمر، وابقى دايما مركزة انا بتكلم مع ربنا، انا عايزة ربنا، انا غايتي ربنا رقم واحد. يبقى اول حاجة ان ايه؟ ربنا يكون رقم ايه؟ واحد. دي اول حاجة. تاني حاجة، احاول التمس الاعذار للناس، التمس لهم الايه؟ الاعذار. يعني ايه؟ واحد غلط فيا، لا يمكن يا ابونا اسامحه. يا عم خلاص، يعني التمس العذر. ما يمكن هو عمل كده غصب عنه، ما يمكن هو عمل كده هو كان متضايق. وبعدين تعالى هنا، هو انت كمان ما بيتضايقش ناس؟ هو احنا ما بنكونش سبب ان الناس تزعل مننا؟ بيحصل. طب ايه يعني لما اتكلم عليك كلمتين؟ ايه يعني لما عمل فيك فصل مش كويس؟ ايه يعني لما حصل كذا؟ التمس له الايه؟ الاعذار. يبقى اول حاجه يخلي ربنا ايه؟ الاول. رقم اتنين، التمس الاعذار، دايما التمس الاعذار. يعني حتى
اتلكك له، اتلكك له في انك تلتمس له الاعذار، مش اتلكك له انك تمسك كلمه عليه، اتلكك له انك ايه تلتمس له الاعذار. تمام، زي السيد المسيح كده يقابل السامريه ويقعد معاها، ست خاطيه وعايشه في الحرام، ولكن ايه قال لها بالصدق قلتي. ايه ده اتلكك، بس اتلكك على الحاجه الايه، على الحاجه كويس. قال لها برافو عليك، حلو قوي، ما صدق. هو ربنا كده بصراحه، ربنا بيتلكك لنا عشان نبقى كويسين، بيتلكك لنا زي بالظبط المدرس اللي عنده 3 4 عيال ونفسه يعني يساعدهم في الفصل، ويروح مديهم سؤال هايف قوي فيجاوب لهم برافو عليكم، وما يصدق يروح مديهم ايه درجات. فربنا بيلتمس لنا الاعذار وبيداري علينا، صح ولا لا، وبيقفل على خطايانا. تخيلوا معايا لو جه ربنا فضح افكاري وخطاياي، مش بس السنين اللي فاتت، لمده الشهر اللي فات او الاسبوع اللي فات، لو كل واحد كده عنده هنا اهو شاشه زي الموبايل كده بس يتكتب عليها الافكار الوحشه، وكل واحد يقرا يقول يا لهوي، هنعرف نخش الكنيسه؟ ما اعتقدش، يعني مش هنعرف نقابل بعضنا، انتوا خدتوا بالكم؟ فاذا كان ربنا بيلتمس لنا الاعذار وبيحوط علينا وبيداري علينا، انا كمان احاول التمس الايه الاعذار. يبقى اول حاجه ربنا ايه الاول، رقم 2 التمس الاعذار، رقم 3 ان خطرت على قلبي فكره شريره روح افضحها، الحق افضحها، لان الفكره الشريره لما بتقعد جوه تعفن وتعمل ريحه وتمسك في قلب القلب، ويبقى بصعوبه ايه تخرج، زي البطاطا اللي كانت ريحتها ايه وحش. شوف الست الناصحه اول ما بتشوف طبق القوطه وفي قطايه كده ابتدت تبوظ بتعمل ايه على طول؟ تشيلها بسرعه، لانها هتعمل ايه، هتبوظ كل الطبق. وهكذا الفاكهه، الحق بسرعه تشيلها لانها هتبوظ الايه الطبق كله. انا كده برضو اول ما يجي في قلبي فكره شريره الحق افضحها من وهي لسه صغيره، ما تستناهاش لما تكبر، لان ممكن لما تكبر ما تعرفش تلمها. والافكار الشريره عامله زي انديل البحر، زي انديل البحر. انديل البحر بيموت ازاي؟ يطلع من البحر تحطه في الشمس يموت، صح؟ طول ما هو في البحر ايه عايش ويلسع ويعور. اهل الخطيه كده والفكره الشريره كده، طول ما هي في القلب تعيسه فسادا، لكن بمجرد ما تطلع بره القلب تتفضح، يحصل لها ايه تموت. عرضها لشمس البر الرب ايه يسوع، وهو على طول ايه يخفيها ويمسحها. يبقى الثلاث خطوات لغايه دلوقتي، اول خطوه ربنا، رقم ايه 1، رقم 2 التمس الاعذار، رقم 3 افضح اي خطيه لسه ايه ناشئه، لسه ناشئه حاجه صغيره. ثالث حاجه طبعا انا لما بفضحها ربنا، واروح اعترف بها لايه لاب الاعتراف، انتوا عارفين القصه دي كلها. بعد كده اهو حاول انقل نفسك من درجه لدرجه، رقي نفسك. يعني ايه رقي نفسك؟ انتوا عارفين ان وصيه السيد المسيح احبوا اعداءكم، ده المستوى الايه العالي. طب انفذ ازاي الوصيه دي من واحد بيكره اخوه؟ واحد بيكره اخوه يحب ازاي اعدائه؟ ينفع؟ مش هيدوس على زرار يصحى تاني صبح تاني يوم يلاقي نفسه ايه بيحب اعدائه؟ امال اعمل ايه؟ اطلب من ربنا انه ينقلك درجه. يعني ينقلك درجه؟ يعني دايما اما يجي حد يعترف عندي يقول لي بص يا ابونا فلان الفلاني عمل فيا موقف مش عارف ايه ومتضايقه منه ومش طايقاه، هقول لها طب خلاص سيبيه في حاله وانت في حالك، كل واحد في ايه في حاله، بس دي درجه. وبعد شويه اقول لها ايه، تقول لي لا ما بكلموش الحمد لله. طب كويس، الدنيا ايه ابتدت تهدى شويه. بعد فتره صلي لربنا انك ايه تسامحيه، بس من جوه ايه من جوه قلبك، وما تكلمهوش برضه، بس من جوه يكون في ايه سماح، حلوه احسن من الاولانيه. وبعد فتره اقول لها مش انت خلاص سامحتيه من جوه؟ اما تشوفيه ارمي الصباح
ولو ما ردش مش مشكلة. فتبتدي فعلا خطوة تانية ايه؟ تترقى. وبعد شوية حتى لو ما سلمش عليكي ما تتضايقيش. وبعد كده سلمي عليه، وبعد كده هوصل للايه؟ للحب. يبقى هي ايه؟ خطوات ودرجات. فما تقفش على الدرجة اللي انت فيها، شوف انت موجود فين من حب الناس ومن نقاوة القلب، وحاول رقي نفسك دايما ايه؟ درجة. رقي نفسك درجة، ارتفع درجة، ما تسكتش. وهو ده حياة الايه؟ الجهاد. هي دي حياة الجهاد. ما هو اخر الطريق المثال الاعلى لينا كلنا مين؟ السيد المسيح. ملء قامة المسيح، احنا كلنا مطالبين بملء قامة المسيح. انا فين بقى من التدريج دوت؟ فلو انا اخر واحد، ابتدي اشتغل عشان تبقى قبل الاخير، واشتغل تاني عشان تبقى قبل الاخير باتنين، وهكذا لغاية لما اوصل لملء قامة الايه؟ المسيح. لكن اللي يستمر على الوضع اللي هو فيه ممكن يحصل له ايه؟ يرجع لورا. عشان كده هو لازم اشتغل على نفسي، وحط في دماغي حاجة مهمة جدا جدا، ان نقاوة القلب تخليني متحد بمين؟ بربنا. لكن لو القلب ما فيهوش نقاوة تبعدني عن مين؟ عن ربنا. دي لازم انا اكون ايه؟ مقتنع بيها جدا جدا. يعني لما اخش في مشكلة مع حد اقول بس في الحالة دي لو دخلت في مشكلة والمشكلة زادت وتسلل الى قلبي مشاعر حقد او اي مشاعر مش كويسة، على طول هلاقي نفسي انا خرجت بره دايرة حب ايه؟ حب الله. يبقى اخد بالي. يبقى الخطوات كلها تاني نقولها، اول حاجة ربنا رقم ايه؟ واحد. رقم اتنين التمس الاعذار. رقم تلاتة افضح اي ايه؟ اي خطية بالتوبة والاعتراف. رقم اربعة درج نفسك، رقي نفسك. نقولهم كمان مرة، اول حاجة ربنا هو رقم ايه؟ واحد. رقم اتنين التمس الاعذار. رقم تلاتة افضح الخطية. رقم اربعة درج نفسك، رقي نفسك. ربنا يدينا ان احنا نكون كلنا قلبنا نقي حتى نعين الله. لهنا كل مجد ابديا امين.